أنسى سيرين، البقية في حياتك. أمي لو سمحتي والله ما بقرب عناي، طلعيني من هون، أنا كتير خايفة. خايفة يا أمي والله ما عم أمزح. تعالي افتحي الباب، كتير أزمة هون، والله ما عاد أقرب عناي. أمي 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 بابا بعرف حكوا معي من شوي. بابا طلب مني الصبح روح لعنده. قديش حلو، حتى ما طلبني من شان وضعه. نيالك أمي، بابا بعت وراي للي إنكم تبنيتوني. أمي قولي لي شي. شو ناطرتيني احكي يعني؟ إنه كذب. قولي لي إنه أنت بنتنا. رجال كبير متسطح على فراش الموت، ليش ليه كذب عليكي؟ ما فهمت. مرة واحدة على القليلة بس اعملي شي منيح معي، قولي لي انه انت بنتنا. لا، هاي هي الحقيقة، انت مو بنتنا. ليش؟ ليش ما قلتولي من انا وصغيرة وتركتوني لأكبر؟ ليش؟ انا كنت بدي خبرك، بس ابوكي وقف قدامي طول الوقت وبيقلي بقتلك اذا بتحكي. بعدين شو كنت بدي خبرك؟ إنه نحن اشتريناكي يعني؟ شو؟ بالمصاري، مثل كيس البطاطا. أنتِ، أنتِ، ما زال أنتِ عم تقولي إنكم اشتريتوني. لكن ليش كنتي عم تعذبيني طول هالسنين؟ ليش ما حبيتيني ابدا؟ وليش انت مين قالك انه انا كان بدي اصير ام؟ ابوك اللي جبرني، وحضرتك ما قصرتي فيني طول السنين اللي عشتي فيها عنا. وهلا اتركيني بحالي، حلي عني بقى. لا، ما رح اتركك قبل ما احاسبك. عم حاكيكي تطلعي فيني. لك حساب شو بدك تحاسبيني انت؟ شو مفكرة حالك يعني؟ انا خسرت اكثر رجال حبيته بكل حياتي، حتى ما قدرت ودعه. وليش؟ بسببك انت. بسببي انا؟ ايه بسببك انت. كنا نحن كثير نحب بعض، انا كثير حبيته. وبعدين اجيتي بعدتيني عنه. من اول يوم الك بهذا البيت لحد هاللحظه ما في شيء رجع على حاله. عيون ابوكي ما عاد شافت حدا غيرك بنوب. نحن اتطلقنا بسببك انت، وضلينا مطلقين كمان بسببك. الله يلعن اليوم اللي اجيتي فيه لعنا. بس شو بفهمني؟ كنت صغيره بوقتها، كيف لك قلب تنسي على طفلة؟ شو عملت لك؟ بكفي، خرسي، روحي روحي لاقي أهلك وحاسبيهم إلن مو إلي. يلا انقلعي من بيتي، هاد بيتي. تركيني. انقلعي منه. روحي ما بقى ترجعي لهون. تركيني. انقلعي من بيتي. يلا خلص. يلا انقلعي، هاد بيت بابا. يلا. مدام ندى، مدام ندى، عم تسمعيني؟ يا ربي دخيلك مدام ندى، ماتت.